أسعد الله أوقاتكم. إليكم الراتب الذي تحتاجون إلى كسبه لتتمكنوا من شراء منزل في كندا. انخفضت معدلات الفائدة، إلا أن انخفاض أسعار المنازل لا يزال هامشيا. ونشر موقع ريهاب دراسة تشير إلى الراتب المطلوب لشراء منزل جديد في كندا، وذلك بمعدل رهن عقاري قدره 5.47% مع دفعة أولى بنسبة 20% وتقسيط لمدة 25 سنة. واعتبارا من يونيو 2024 يتعين عليك كسب 231 ألف دولار سنويا لتحمل دفعات الرهن العقاري بفانكوفر أو ما يقرب من 19 ألف دولار شهريا. أما بتورونتو فيتعين عليك كسب 214 ألف دولار سنويا أو ما يقرب من 18 ألف دولار شهريا. العاصمة الكندية أوتاوا يتعين عليك كسب 131 ألف دولار سنويا أو قرابة 10 ألف دولار شهريا. بمونتريال يتعين عليك كسب 111 ألف دولار سنويا أو قرابة 9000 دولار شهريا. أما بأدمنتون فيتعين عليك كسب 86 ألف دولار سنويا أو قرابة 7000 دولار شهريا. وختاما بريجينا يتعين عليك الحصول على 72 ألف دولار سنويا أو قرابة 6000 دولار شهريا. وأنتم ما رأيكم بهذه المبالغ؟ هل هي منطقية لشراء منزل في كندا؟ خبرونا بالتعليقات. طبعا لمزيد تفاصيل حول هذا الخبر أو أخبار أخرى تتعلق بكندا يوجد زيارة موقعنا الإخباري الفرقان نسبيرلو سعيد، وأنتم بألف خير.